خلات عائق على الفريقين في الاول. بالنسبه لنا كنا تنطمحوا ان نلحقوا نتيجه في مدينه الدار البيضاء، لان القيمه ديال المباراه لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه للرجاء تخلينا اننا نبقاو في المراكز المتقدمه. تلقينا هدف مع البدايه ديال المباراه اثر علينا بحال الموسم الماضي. حاولنا نرجعوا في المباراه في الشوط الثاني، خلقنا فرص، الهدف ديال ادم النفاذ الثاني خلى اللاعبين يحطوا يديهم شويه. هزيمه عاديه في كره القدم، مكناش نستحقوا اننا ننتصروا، مكناش نستحقوا على حساب المباراه والسير ديالها اننا نحققوا نتيجه ايجابيه وهزمنا. غادي نحاولوا اننا في المباريات المقبله ان شاء الله نستركوا الامور ديالنا.